بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نعمة وبركة وسلام لكم جميعا من إلهنا القدوس العظيم الحي الأبدي. معاكم سرية. أنا شفت المسيح كتير. النهاردة احنا في مراحل الطريق الروحي الجزء 3 في قدس الأقداس مكان الروح، يعني احنا في حبرون منطقة الارتباط أو الاتحاد بالروح بين قدس أقداسك قلبك وقدس أقداس الملك السماوي إلهنا العظيم. في الطريق الروحي نبقى احنا في منطقة الجامعة بعد الثانوية العامة، والجامعة بتبقى 4 أو 5 سنين. النهاردة أولى جامعة، مراجعة وتركيز ونحط شوية نقط على الحروف. اسمحوا لي أراجع جزء مهم قوي في تكوين الإنسان وتطوره خلال الطريق الروحي مع الروح القدس، وبدأناه في جزء أبناء المجد جزء 27. الجامعة بتبدأ بمنطقة الدرجتين اللي فوق العارضة الأفقية، دول أول سنتين. بص على الصورة، الروح بنمثلها بالنسر والجسد بالحيوان، والنفس الصافية المستنيرة الطائعة تسمح بتلامس الروح مع الجسد. النفس بتمثل بقلب الإنسان وعقل الإنسان، وده بيكون جواك الإرادة وأخذ القرار في حياتك، وفي النفس كمان الضمير. وكل ده احنا شرحناه في الجزء 27 من الرسالة. نفتكر الصورة دي في التركيب الثلاثي للإنسان. الإنسان عبارة عن جسد ونفس وروح، ودول 3 دوائر زي ما احنا شايفينهم كده في التقاء بين الروح والنفس والنفس والجسد. اللي أنا عايز أعمله، أنا عايز أشوف إزاي أقرب الثلاث دوائر دول مع بعض، قريبين من بعض، يعني الروح والجسد يتلامسوا جوه النفس، وبعد كده عايز أدخل الثلاث دوائر دول جوه بعض بحيث يبقى قلب واحد لكل الكائن. الجسد هياخد اللون الأزرق، النفس اللون البنبي، الأخضر الفاتح هيبقى روح الإنسان، والأخضر الغامق هيبقى الروح القدس الساكن فيا والروح القدس اللي بيحوط بي. علمني يا رب طريقك، أسلك في حقك، وحد قلبي لخوف اسمك. وحد قلبي يعني وحد كياني، جسد ونفس وروح، وندخلهم في بعض يبقوا زي البيضة. ولو الروح مستنيرة والمفروض ان روح الله ساكن فيا، وده اللي اعطى لروحي اللون الاخضر الفاتح مع الاصفر الفاتح لون النور، فاداني اللون الاخضر الاصفر الفاتح. الصورة الاولى شمال، دي روح الانسان اللي جوايا بتكبر وبتاخد مساحة اكبر. ابص على الصورة. الصورة التانية اللي في الوسط، الانسان بيسلم القيادة لروح الله، وده بيجي اللون الاخضر الغامق يحوط بالانسان. شايفين الصورة شكلها ايه؟ الصورة التالتة هتختلف، هغير مكان الجسد الازرق هيبقى جوه النفس، والنفس هي اللي هتبقى جوه الروح، وروح الله هو اللي بيقود، اللي هيكون بيخضع ليه الانسان وبيديله فرصة للقيادة. وهنا الروح القدس بتقدر تحمل الانسان بالكامل لقدس الاقديس. خدوا بالكم، الروح القدس ساكن فيا وبيحوط بيا. ولاحظ الثلاث صور كويس. طب تعالوا نشرحها بطريقة تانية يمكن تكون أوضح. تعالوا نقولها بطريقة تانية. طريق ربنا من الأرض للسماء زي خط السكة الحديد، يعني أنا بتتبع الوصية وتتبع الكتاب المقدس في حياتي، والإنسان زي القطار بيرتفع باستقامة، الجسد في الآخر وقدامه النفس وقدامه روح الإنسان، وأسلم القيادة للجرار القطر، يعني للروح القدس الساكن فيه. الاتجاه من الأرض للسماء، كل أنا برتفع بيصغر الجسد، بص قدامك على الصورة، يعني بيخضع أكتر وبيكبر الروح بينمو أكتر. فشايفين الفرق بين الثلاث عربيات بتوع القطر. وهنا الثلاثة، هنا الوحدة في كيان الإنسان، يا رب وحد قلبي. كل ما بيرتفع الثلاثة دخلوا في بعض بقلب واحد، الجسد جوه النفس والاثنين جوه الروح، وأنا قابل قيادة روح الله الروح القدس اللي بيقود القطار كله اللي هو الجرار. شوفوا الاختلاف اللي جاي كمان، الروح القدس يحتوي الإنسان، أنا فيه وهو فيا، وكده هيرفعني للعرش. ده إمتى؟ لما الإنسان كمان الجسد والنفس والروح بيدخلوا جوه الجرار، يعني بيدخلوا جوه الروح القدس. شايفين المنظر؟ خلاص ما بقاش في عربيات ورا، العربيات كلها جوه الجرار،
وبكده أنا بدوب في روح الله وفي ارتفاع، وكل ده بيوجهني العرش. ياخد روح الله الإنسان لقدس الأقداس للعرش، من قدس أقداس الإنسان من قلبه الساجد مع الكروبين ويكلم الله، والله بيكلمه من بين الكروبين فوق الغطاء عرش الرحمة. هنا الرحمة. طب تعالوا نجيب الكلام ده من الكتاب المقدس، احنا جبناه بطريقة مختلفة في الجزء 27، هناخد النهاردة برضو بطريقة تانية. ربنا قال لموسى على سر الراحة في الطريق من مصر لحد كنعان، في ان وجهي يسير فأريحك. اذا الراحة في وجه الله وحده وقيادته لحياتنا. هنعرفه لما هو يجي القدوس يعلن عن نفسه، مرة في سيناء وسعير وفران وتيمان. طب فين ده في الكتاب المقدس؟ تعالوا نشوف. التأمل تأمل خاص ملوش دعوة خالص بالأحداث، أنا بتكلم عن حالة روحية للوصول لملك في يشرون، ومعناها ملك من الناس مستقيم وبار. في بركة موسى أي الخارج من الماء للشعب قبل انتقاله للسماء في تثنية 33، جاء الرب من سيناء أشرق لهم من سعير وتلألأ من جبل فاران وأتى من ربوات القدس، وعن يمينه نار شريعة لهم، فأحب الشعب جميع قديسيه في يدك، وهم جالسون عند قدمك يتقبلون من أقوالك، وكان في يشرون ملكا. تعالوا نروح سفر القضاء إصحاح 5 في تسبيح الدبورة، وقلنا دبورة يعني النحلة في أغنية النصرة: يا رب بخروجك من سعير، بصعودك من صحراء أدوم، الأرض ارتعدت، السماوات أيضا قطرت، كذلك السحب قطرت ماء، تزلزلت الجبال من وجه الرب، وسيناء هذا من وجه الرب إله إسرائيل. تعالوا كمان نروح في سفر حبقوق الإصحاح 3. معنى حبقوق يعانق أو عناق أو احتضان. ده أب بيقول لابنه حمدلة على السلامة. في حبقوق 3:3 الله جاء من تيمان والقدوس من جبل فاران، جلاله غطى السماوات والأرض امتلأت من تسبيحه، وكان لمعان كالنور له من يده شعاع، وهناك استتار قدرته. في الترجمة السبعينية لسفر حبقوق قال الله يأتي من الجنوب والقدوس من الجبل المظلل. يبقى مجيء الرب من سيناء، اشرقه من سعير، تلألؤه من فران، أحب الشعب. موسى الخارج من الماء يعلن عن حرية بعد عبودية وانطلاقة للأبدية، ومع دبورة النخلة تغني بالانتصار بعد حصار والانطلاق لنور الأنوار، ومع حبقوق المحتضن لشعبه كملك الملوك يعلن سلطانه ودكة الجبال الدهرية، ويعلن الحياة الأبدية ويستتر قدرته أي يستتر لاهوته، ثم يجتذب بالحب الأمم والشعوب. يبقى موسى، دبورة، حبقوق، وإعلان سلطان الله وستتر قدرته. بتبين لنا الخرايط أن سيناء وسعير وفران دول ثلاث جبال متجاورة وقع في شبه جزيرة سيناء وجنوب الأرض، وكأن ربنا يعلن عن مراحل الطريق معاه، ويعلن ليهم مجيئه ثم إشراقه ثم يتلألأ على ثلاث جبال ثم بحب من تيمان. هاخد من تفسير أبونا تدرس يعقوب مالتي للثلاث أجزاء دول، وهزود عليهم تأملات خاصة. في سيناء، معنى اسم سيناء بالعربية يعني الجبل، باللاتينية يعني البركة. تبدأ البركة برؤية الرب القادم من سيناء كالشمس عند إشراقها بمجد. يرى الله الذي يسلم شعبه شريعته أو وصيته لكي يسلكوا بالقانون السماوي للانطلاق بحرية وكفاية دوران في البرية، لينطلق للأبدية فيتمتع بالتسبيح وطبيعة ملائكية، ويكون لهم شركة في الحياة السماوية الأبدية، وهبهم الشريعة النارية ليجعل منهم أشبه بكائنات نارية تتشبه بالله النور والنار الآكلة. وتكون النتيجة إيه؟ وتكون النتيجة أحب الله شعبه جميع قديسيها الذين في يده، هم جالسون عند أقدامه يتقبلون من أقواله، يشربون من كلمته وينالون بركاته.
اللي يعمل كده وكان في يشورون ملكا. يشورون إنسان يعيش ببر واستقامة. نوصل لإنسان ملك، وأنتم أيضا ملوك وكهنة الله العلي، دي هنوصل لها. بس البداية من سيناء. سيناء الشريعة والبركة، يبقى واحد، لقد وهبهم الشريعة النارية ليجعل منهم أشبه بكائنات نارية تتشبه بالله النور والنار الأكلة. هو إنسان يعيش ببر واستقامة حسب القانون الإلهي. اتنين، سعير أي كثير الشعر، يعني جسده مشعر، مجرد علامة لكثرة الشهوات الجسدية، ودي علامة الشر الكتير. وأرض سعير كمان كان فيها غابات كثيفة. هم أشرار لأنهم رفضوا الشريعة، وعندما يعلن الله مجده فيها ترتعد أيضا بخروجك من سعير لصعودك من صحراء أدوم الأرض ارتعدت، تزلزلت الجبال من وجه الرب إله إسرائيل. عشان كده موسى قال لربنا أنا محتاج أن يصعد وجهك قدامي، وإن لم يسر وجهك أمامي فلا تصعدنا من هنا. يبقى اتنين، سعير يعني إعلان وجه الرب أمام الأعداء يرعبهم، ولما الإنسان يخضع لربنا هو إعلان طرد للشهوات الجسدية وانفصالك عن أعمال الجسد وخضوع الجسد لله، فيشرق الله في الجسد بالقداسة والطهارة، والجسد هو القشرة الخارجية للبيضة أو التوب اللي أنت بتلبسه. ثلاثة، فاران يعني ظهور جمال ومجد الرب في الكهوف والمغاير في الخيمة في القدس، ودي النفس البشرية المليانة كهوف ومغاير. عشان كده النفس بتبقى معقدة والأمراض النفسية صعبة وعايشة في الضلمة. افتح يا رب قبور نفسي، طهرها بإشراق نورك فيها، أعطيني قيامة جديدة معاك، لأني عارفة لا يملأها ويوحدها وتبقى صافية ومنورة إلا بمجدك وحدك، وتتلألأ فيها بأحجارك الكريمة، وهي الفضائل اللي احنا شفناها وركزنا عليه في بناء الكنيسة الداخلية في القدس في الجزء 2 والجزء 7 من الرسالة، وهو التنازل عن عواطف الإنسان عشان يملها ربنا بالنور. علشان يوصل نور الروح سماك للجسد يعني أرضك عابرا بالنفس، وكل ما هي وكل ما تكون النفس صافية أكتر ومستنيرة وطيعة، العبور يكون واضح وسريع، وبسلم القيادة الروح الله وتبدأ الرحلة. يبقى ثلاثة، تتلألأ من جبل فران يعني ظهور جمال ومجد ربنا في الخيمة في القدس في النفس، فتقدم ذاتك بقرار وإرادة على المذبح الذهبي فيتلألأ في نفسك جمال ومجد ربنا. أربعة، تيمان. تيمان اسم عبري معناه اليميني أو الجنوبي، أي الآتي بقوة من الجنوب، بس هنا قوة الحب. تيمان بالعربي مأخوذة من اسم تويم، ويعني الذي وقع في الحب والحب مسيطر عليه، فيقال متيم بشخص أي يحب حب جديد. وقد اشتهر أهل تيمان بالحكمة، وكان منهم، خدوا بالكم، أليفاز التيماني، فاكرين كان من أصحاب أيوب في الجزء اللي فات. الله يأتي من الجنوب، هنا يشير إلى المخلص حيث ولد الله في الجنوب، لأن بيت لحم كان جنوب أورشليم. أخلى ذاته أخذا شكل عبد بحبه القوي، وجاء إلينا من تيمان، جاء متيم بحب قوي وشديد للإنسان والبشرية يعني لينا. هذا الحب القوي للمسيح اللي أحب الإنسان لدرجة الموت على الصليب ليعلن ليك أنه أحبك بقوة وبشدة، وهو متيم بحبك. بيعلن كمان حب الآب القوي الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، فكيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. لازم نصدق الحتة دي. الله جاب من تيمين والقدوس من جبل فاران، جلاله غطى السماوات والأرض امتلأت من تسبيحه، وكان لمعان كالنور له من يده شعاع، وهناك استيطار قدرته. خامس حاجة، استتار قدرته. هو جاي لينا يحتضن الإنسان والبشرية كلها بالحب، ومخبي ومستتر قدرته. كان لمعان كالنور من يده شعاع، وهناك استتار قدرته. لمعان كالنور يعني ظهر مجده ببهاء وعظمة. كلمة شعاع من يده، وده من مجرد حرك إيده ولم يعلن عن قدرته، كأن النبي حبقوق في سرده للتاريخ القديم بيقدم مجرد شعاع من إيده فقط،
وحتى في العهد الجديد الآيات والعجائب والمعجزات العظيمة اللي عملها المسيح على الأرض كانت كلها مجرد شعاع من إيده واستتار قدرته. مجيء المسيح بالجسد كان فيه استتار لقدرته، أي استتر اللاهوت في حجاب ناسوته وأخفى مجده. إذ جاءنا الرب بالخلاص غطى بهاء السماوات وامتلأت الأرض من تسبيحه. ما هذه السماوات والأرض إلا النفس البشرية والجسد اللذان يتقدسان بكلمة الله، فتتلألأ النفس بمجد الرب ويمتلئ الجسد فرح وتهليل. بالكلمة الإلهي تمتلئ النفس بالمجد والروح بالنور الإلهي والمعرفة السماوية. يبقى في جسد يتهلل ويفرح، وفي النفس والجسد والروح. أما الجسد فيتحول بكل أعضائه لقيثارة في يدي الروح القدس، يعزف عليها تسبحة فريدة سماوية فتعبر الحجاب. بمعنى آخر، يتجلى الله في حياة الإنسان كله، في نفسه كما في الجسد، واللي قال كده برضو قديس جيروم، ويتيم الروح بحب الإله، فالحب وحده يدخلك يجعلك أمام التابوت أمام عرش الرحمة. ده زي مين؟ ده زي داود لما سبح ورقص أمام تابوت الرب وكان متيم بحب الله لدرجة أنه نسي نفسه، نسي أنه هو الملك. ناخد في الاعتبار كذا حاجة. واحد، لا توجد حياة أبدية في الاعتراف بالآب الله الآب بدون يسوع المسيح. اتنين، يتمجد المسيح في الآب، فالحياة الأبدية أن نعرف الإله الحقيقي وحده ونعرف ذاك الذي أرسله يسوع المسيح. إذن يتمجد الآب بالابن الذي عرفنا به. المجد هو هذا، أن الابن أخذ جسد قبل من الآب سلطان على كل جسد مع القيام بإعادتنا للحياة الأبدية اللي هو إحنا. والحياة هي أن تعرف الإله الحقيقي وحده وتتحد به. وما يقدمه المسيح لتلاميذه هو التعليم الإلهي السماوي، أما جوهره هو اكتشاف شخصيته أنه من عند الآب خرج. يدرك المؤمنون أن السيد المسيح هو الكلمة الإلهي المتجسد، تعليمه حقائق إلهية، وصاياه شريعة سماوية، وعوده صدقة وأمينة لأنها إلهية. تعليمه حقائق إلهية، وصاياه شريعة سماوية، وعوده صدقة وأمينة لأنها إلهية. أعطانا الكلمات والتعليم التي للآب، فصار لنا التعليم النقي الصادر مباشرة من السماء، والذي لا يمتسك بتعليم بشرية مفسدة لكلمة الحق. السؤال، فين الراحة ومكانها في الكتاب المقدس؟ ومين في الكتاب المقدس كان معنى اسمه الراحة؟ فاكرين؟ كان نوح، جده الكبير كان المقرس أو المخصص، يعني أخنوخ، وده شفناه في الجزء 19، في غصن مجدول بقوة. وصلنا لحد أخنوخ الذي لم يوجد لأن الله أخذه، وكأن الله بأخذ أخنوخ، حيث صعد أخنوخ حي للسماء ولم يمت، يشير أن من هم مخصصين لله ليس لهم مدينة باقية على الأرض، بل هم لهم السماء السماوية، هم سمائيين أي لهم القلب الواحد. معنى أخنوخ هم من هم مخصصين لله، ليس لهم مدينة باقية على الأرض، بل هم لهم السماء السماوية، هم سمائيين أي لهم القلب الواحد المتحد بالله. الإنسان اللي قلبه ملكوت لله وموضع سرور الله، الموت الروحي مش هيلاقي ليه مكان جواه، لأن يسوعنا الحي الأبدي هو جواه، والروح يحيط به، بل ويرتفع ويصعد معه على السحاب. سر سعادة الإنسان ليس بطول بقائه على الأرض، إنما هو وما زال على الأرض في الجسد، يعني سعادته بارتفاع وجوده في الحضرة السماوية ليعيش معه وجها لوجه في وجه المسيح يسوع. تعالوا نشوف أخنوخ، فاكرين كان في الجزء 19. أخنوخ معناها مكرس ومخصص للرب، كان ابنه متشالح يعني رجل السلام حامل سلاح الله الكامل، ابنه هلامك اللي معناها القوي، قوي بإله بالله بروح القوة، ابن نوح معنى نوح راحة وتعزية الله، أولاده سام وحام ويافس، سام يعني اسم وأخذ البركة، حام يعني الساخن أو الحماية، يافس الجمال أو يفتح، علشان تجد الروح. تعالوا نشوف يعني النفس البشرية، ابنة اليوم السابع، ابنة السبت، يوم الرب، ابنة القسم، ابنة العهد، بتشبع الملكة،
والمكرسة والمخصصة القربانة للعريس الملك السماوي التي صارت مع الله، وده معنى اسم أخنوخ، وتحمل سلاح الله الكامل، وحمل سلاح الله الكامل ده مع متشالح، وسيحملك قوة الروح القدس مع لامك ليدشنك ويقدسك بالروح النارية، للاتحاد بالابن، فتلاقي الراحة في نوح في المسيح، هتلاقي التعزيات والراحة. وده كله طبعا بعد بناء الفلك بثلاث طبقات، أي يعني بناء الكنيسة في داخلك، الدار الخارجية والقدس، وقدس أقداسك قلبك، زي ما شفنا في الرسالة بتاعتنا في الجزء 2 و7. وتستقر كنيستك فوق جبل أرارات. أرارات معنى اللعنة الارتعاد أو اللعنة المعكوسة، يعني تنتهي كل لعنة وموت وشر في حياتك، ويشتم الله رائحة الرضا، وتمسك كنيستك بالصليب فيعبرك من اللعنة والموت والشر للجمال والبهاء والمجد. تعالوا نشوف كلمة فلك في العربية يعني تبة، أي تابوت، في قاموس الكتاب المقدس في دائرة المعارف الكتابية المسيحية. وده يرجعنا لمكان الراحة والرضا، مكان تابوت العهد في قدس الأقداس، وأولاد نوح أي أولاد الراحة كانوا. من مكان الراحة والرضا الله يعطيك اسم جديد وبركات جديدة مع سام، هيديك حماية الأب القدوس بالروح النارية مع حام، ويكون لك الجمال والمجد مع يافس، ويفتح الملك ليك أبوابه لتقف معه كملك، كالملك المحبوب داود في صهيون، ثم كابن لله سليمان في المسيح لحضن الآب أورشليم السماوية، ويعلن الآب مشيئته فيك، ويعلن الابن عن الآب. كلمة فلك يعني تابوت. إزاي أصنع تابوت جوية؟ ومين اللي صنع التابوت في الكتاب المقدس؟ تعالوا نشوف مين اللي صنع التابوت. صنع التابوت بناء على أمر الله لموسى، بلصائيل ابن أوري ابن حور من سبط يهوذا، وأهل يآب ابن أخي ساماك من سبط دين، ومعهما كل الحكماء، كل الحكماء الحاذقين في إسرائيل. ما ننساش إن حور نلاقيه في وقت معركة بني إسرائيل مع عماليق يغلب، فوقف هارون وحور وكل واحد مسك إيد، وفضل موسى رفع إيده لغاية ما انتهت الحرب بنصرة إسرائيل بقيادة يشوع على عماليق. وكان حور هو زوج مريم أخت موسى، وهارون أخت مريم زوج مريم أخت موسى وهارون، وهو كان جد بلصائيل. معناها النبي موسى رفع قلبه بالصلاة ومسنودة إيده بصلاة الكاهن هارون ساكن الجبل، وبصلاة حور ساكن الكهوف والمغاير في الجبل، وفي ظل الملك يعيش. يعني إن الإنسان الرافع قلب كيانه للسماء ناطق بالنبوة، والصلاة مسنودة إيديها على التسبيح بفمه بالجسد هارون، ونفسه المملوءة كهوف حور، يسندها الله في الحروب ويعطيه غلبة ونصرة في المسيح يسوع اللي هو يشوع. بلصائيل ابن أوري ابن حور من سبط يهوذا. بلصائيل اسم عبري أي في ظل الله، ابن أوري يعني ابن النور، ابن حور يعني ساكن الكهف أو الكوخ، من سبط يهوذا سبط الحمد والاعتراف، الالتصاق بالرب. أهل يآب ابن أخي سماك من سبط دين، أهل يآب يعني خيمة الآب، ابن أخي سماك اسم عبري معناه أخو السند أو أخو العدد، من سبط دين يعني سبط القضاء. يعني النعمة تأتي بابن ساكن الكهف وتملأه بنور الروح القدس، وفي ظل القدير يبيت على جبل فاران، أي في الجبل المملوء كهوف ومغاير، تظلله المراحم الإلهية وتجعله بانيا للبيت الذهبي. هي نفس النعمة التي تأتي بنا نحن سكان بيوت من طين، وتجعلنا نبني ونعمل عمل الرب، وفي ظل القدير نبيت، يملأ قبور نفوسنا بالنور، وفي ظل المراحم الإلهية نعيش، وتجهزنا بنور الروح القدس الحكمة للحمد والتسبيح زي الكاروبيم، فنغني حمدا حقيقيا ونرنم بكل جزء في كياننا، جلاله غطى السماوات والأرض امتلأت من تسبيحه.
التاني وتاخدنا نعمل خيمة الآب أهو الياب، أي لبيت الآب الإله القاضي وحده وللطبيعة الإلهية الذهبية، مسنودين على الروح القدس السند والمعين، روح الحكمة والفهم والمعرفة في المسيح يسوع وبرحمة الآب القاضي العادل. حبقوق بيقول لربنا في الغضب أذكر الرحمة، والرحمة تفتخر على الحكم، ده في يعقوب، أي تحركنا النعمة في الإبن بالروح القدس لحضن الإب، أي تحركنا النعمة في الإبن بالروح القدس لحضن الإب. نقف واقفة قدام تابوت العهد بالنسبة للمسيح. لو حي العهد أو الوصية هما رمز للمسيح الجالس على العرش، وهو تمم وكمل الوصية قسط المن، رمز إن المسيح هو شبعنا خلال رحلة الحياة على الأرض. عصا هارون التي أفرخت بعد قدام خيمة الاجتماع هي رمز العصا الصليب اللي أفرخت بالحياة الأبدية للبشرية غافرا تمرد آدم الأول. ويوضح تابوت العهد بالنسبة للمسيح إن خطة التجسد مرتبة من زمان وموجودة في العرش بسابق معرفة الله حتى من قبل سقوط آدم. طيب بالنسبة لنا إحنا بقى، بالنسبة للإنسان، واحد يضم التابوت في داخله لو حي الوصايا العشر اللي بتشكل الأساس المكتوب لعهد الله الفدائي مع إسرائيل. هما لو حي الشهادة، الوصية، لو حي العهد، والوصية هي كلمة ربنا الشاهد الحق والأمين، وإن الإيمان والطاعة للوصايا أي الكلمة شرط أساسي للدخول هنا قدس الأقداس. والوصايا ملخصة محبة الله من كل الكيان، قلب ونفس وروح، ومحبة القريب. علمني يا رب طريقك، أسلك في حقك، وحد قلبي لخوف اسمك. وحد قلبي، وحد كل الكيان، جسد ونفس وروح في المسيح يسوع لمخافة الله. اتنين، قسط المن، قسط من ذهب فيه المن. المن هو جسد المسيح الخبز المحيي، المن الحقيقي جسد الرب ودمه الأقدسين. المسيح هو شبعنا الحقيقي، هو جسد المسيح، هو الذي فيه صارت لنا الخليقة الجديدة مقدسة به فيه. جسد المسيح سر تقديس لنا، فيه نختفي، به نتحد، لنحمله في داخلنا كما نحن فيه. هذا هو باتحادنا به فيه اتحاد بالطبيعة الإلهية. نقول تاني ونركز، يعني إيه شركاء الطبيعة الإلهية؟ من كتاب المسيح مشتهى الأجيال للأنبا بيشول، شركاء الطبيعة الإلهية في الخلود، في القداسة، في الملكوت، في السعادة الأبدية، في الحب الذي قال عنه السيد المسيح للآب: أيها الآب البار، إن العالم لم يعرفك أما أنا فعرفتك، هؤلاء عارفوا إنك أنت أرسلتني، عرفتهم اسمك وسأعرفهم لكي يكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيه. يعني السيد المسيح يقول للآب إن الحب الذي بينهما من الممكن أن يكون في التلاميذ، والمقصود نوع الحب وليس مقدار، لأن الآب غير محدود والابن غير محدود، فالحب اللي بينهم غير محدود، لكن إحنا محدودين وننال من الحب الإلهي على قدر استطاعتنا. وجود الجسد بجانب الوصية في التابوت هو ختم للعهد بالدم لتثبيت العهد. دم السيد المسيح المبذول هو ختم على الوصية الإلهية وتأكيد لينا للتمتع بالميراث الأبدي اللي أوصى به. فإن كان السيد قد أوصى هكذا: من يؤمن بي فله حياة أبدية، فقد ختم الوصية بجسده المبذول ودمه المسفوك عنا، وإن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. أنا في الآب والآب فيه، إني أنا في أبي وأنتم فيا وأنا فيكم. ده اليوم السابع، يوم الاتحاد، مختوم بدم المسيح. من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي، وكما غلبت أنا وجلست مع أبي في عرشه. تالت حاجة، عصا هارون. في وقت تذمر قورح وجمعته على هارون وموسى وأفرقت عصا هارون باللوز، يعني الساهر والمستيقظ، رمز حياة الجهاد والسهر في الصلاة، وهي رمز انتهاء تمرد الإنسان تماما في حياته على الله وعلى أنبيائه. وبعصا الصليب ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو، وافضل ماسك بالصليب جوايا.
ولاحظ هنا الحكم والقضاء من الله كان سريع، فعصى هارون ووضعت بعد حديث التمرد بني قورح، وكان بسببهم فتحت الأرض فيها وبلعتهم، وخرجت نار من عند الرب وأحرقت 250 رجل الذين قربوا البخور، وحدث تذمر في الشعب بسبب قتل الكثير من الشعب، وكاد الوباء أن يفتك بالشعب. وجود الوباء هنا بيعبر عن كثرة خطايا، خطايا تكبر بشدة، خطايا تذمر وأفكار شريرة وعبادات للذات واعتراض على خدام الله وعلى الله نفسه ورفض عقابه، وهي تعبر عن خطية من يتكبر ويتذمر على الله وخدامه، مثلا على الكهنوت كمان. وهنا الحذر التام من أي شيء خارج الله. قدس الأقداس، الخدمة في قدس الأقداس هي خدمة ما فوق الزمن الحاضر، خدمة السماء التي تمس الضمائر وأعماق النفس الداخلية، خدمة الروح الفعالة التي تقيم ملكوت الله في داخلنا، تقوم على دم ابن الله الذي بروح أزلي قدم نفسه، لا يمكن للفساد أن يمسك به ولا للموت أن يحبسه، واهب حياة وقيامة. العمل هنا يقوم به من هو في المسيح يسوع الذي بلا عيب يحملنا فيه، القادر أن يقدسنا فيه ويحملنا بالروح القدس الذي قال بدوني لا تقدرون أن تفعلون شيئا. هنا في قدس الأقداس كل العمل هيكون بالابن بالروح القدس للوصول لحضن الاب. يبقى هنا منطقة عبادة لله وحده، بعد التنازل عن عبادة الجسد وعبادة الذات أي صلب الأهوات والشهوات وموت الإنسان العتيق والانفصال عن العالم وإبليس، هنا تذكار الانتصار على إبليس، هنا مكان الاستيقاظ والسهر وسجود النفس البشرية للملك السماوي زي الكاروبيم تقدم تسبيح وتمجيد وحمد معاهم، هنا إعلان الحضور الإلهي المستمر وسجودي ليه يعني قبولي لعمل الله فيا. هنا في قدس أقداسك في اليوم السابع لمن حفظ السبت وحفظ الوصية يعني طاعة الوصية وتنفيذها، هنا تثبيت العهد بين الإنسان في المسيح والله بدم المسيح وعمل العهد الدائم، هنا مكان الراحة وراحة الملك المسيح في الإنسان والإنسان في المسيح الملك، هنا الراحة، هنا قدس الأقداس، هنا تجسد المن السماوي في قصة المن الدائري الممثل لجسد الإنسان الأربانة أخذ الخليقة الجديدة أي شركاء الطبيعة الجديدة الإلهية الذهب، هنا ليحملك الروح القدس في الإبن الملك كعروس لقدس أقداس الله لعرش الله مع داود الملك المحبوب. راحة الإنسان في الله وراحة الله في الإنسان لتجهيزك للاتحاد بكل الكيان، الجسد والنفس والروح بالثالوث القدوس الإب والإبن والروح القدس، ومع الفارق أنا محدود والله غير محدود. فأحب الشعب جميع قديسيه في يدك، هم جالسون عند قدميك يتقبلون من أقوالك. ونقول مع المرنم قم يا رب إلى راحتك أنت وتابوت عزك. عايزين نقول إيه؟ نعمل ملخص كده سريع صغير. أنتم ملوك وكهنة، هنا أولا كهنة بصلي بالروح والذهن على مسبح قلبي قدس أقداسي لله العلي بقثارات الحمد والتسبيح مع الكاروبيم والسيرافيم، أجلس عند أقدامه أشبع من كلامه، يتلألأ في نفسي بمجده وبهائه، يشرق في جسدي ببر وقداسته، أنا متيم بحبه ناظرا عرشه منتظر حركة الروح القدس للارتفاع إليه. في قدس الأقداس كرس قلبك المتحد بكل الكيان للمسيح لتجد الراحة، اشرب من نهر الكلمة، استقر عند أقدامه لأنه أحب هذا الشعب الجالس عند أقدامه وهو عايز يرتاح فيك،
خلي سماك وأرضك في توافق لإعلان مجد وجلال المسيح كما في السماء كذلك على الأرض. ادي فرصة أن يتلألأ القدوس في نفسك في فرعون، اسمح له يخرج من تيمان، يروينا من نهر المحبة الفائقة المعرفة فنحبه متيمين بحبه. بهذا الحب الفائق المعرفة سبح اسمه القدوس على قيصارة كيانك. اسعى لألا ندرك الذي أدركنا في وجه يسوع المسيح. انتهت سنة أولى جامعة، هنكمل المرة الجاية بنعمة ربنا. اسمحوا لي أرفعك وسبحك وباركك، أشكرك يا إله العظيم، أمجد اسمك القدوس، أسجد عند موطئ قدميك لأنك إلهي العظيم القدوس، قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء الذي كان والكائن والآتي، قدوس 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 رب الصباؤوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك، لك الملك والقوة والمجد والبركة والعزة، لك كل كرامة وسلطان، لك الحكمة والغنى والقدرة، لكل شيء يا إله العظيم القدوس الحي الأبدي. آمين.